الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي. بتوجيهات من الرئيس السيسي، المعدات المصرية تواصل إزالة أنقاض المنازل المهدمة بغزة تمهيدا لعملية إعادة الإعمار. التحالف الدولي، سقوط صاروخ في محيط مركز بغداد للدعم الدبلوماسي دون إصابات. الثانية صباحا منتصف الليل بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل المعدات الهندسية والأطقم الفنية المصرية عملها في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة. يأتي ذلك في ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصر بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 799 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 195871 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 821 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس، لافتا إلى وفاة 41 حالة. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 267171 حالة، من ضمنهم 15309 حالات وفاة. أعربت مصر عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي شهده إقليم ياجا شمال بوركينا فاسو، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 من المدنيين. وأكد بيان لوزارة الخارجية وقوف مصر حكومة وشعبا جنبا إلى جنب بجوار دولة بوركينا فاسو الشقيقة وتضامنها معها في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب. أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي سقوط صاروخ في محيط مركز بغداد للدعم الدبلوماسي بالعاصمة العراقية بغداد. وقال العقيد وايم ماروتو المتحدث باسم التحالف على تويتر إن الحادث لم يسفر عنه إصابات، مشيرا إلى بدء تحقيق شامل لمتابعة منفذيه. وأضاف أن كل هجوم ضد الحكومة العراقية وإقليم كردستان والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية. أعلنت قوات التحالف العربي في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية. وقال التحالف في بيان إن جماعة الحوثي تستمر في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأكد أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية. نهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستجرام، ويوتيوب. شكرا لكم على حسن المتابعة.